السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر رافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: رفض عراقي واسع لمحاولات الصدر ركوب موجة التظاهرات. دعا مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وميليشيا سرايا السلام من مقر إقامته في مدينة قم الإيرانية إلى مليونية لرفض الوجود الأمريكي في العراق، دعوة رد عليها المتظاهرون في العراق بالرفض، خاصة وأنها صدرت من إيران على لسان أحد شركاء العملية السياسية الفاسدة في العراق، حيث يحاول مقتدى الصدر منذ اليوم الأول لانطلاق ثورة تشرين أن يركب موجة التظاهرات، تارة عن طريق محاولة استمالة عاطفة ومشاعر المتظاهرين، وتارة أخرى عن طريق زج أنصاره من أصحاب الخوذ الزرقاء داخل التظاهرات، وتارة أخرى عن طريق محاولة إيصال فكرة أن ميليشيا سرايا السلام التابعة له هي الحامي للمتظاهرين من بطش بقية الميليشيات. لكن واقع الحال والحقيقة التي عرفها العراقيون عن الصدر أنه شخص لطالما كان حجر العثرة في طريق أي مظاهرة تخرج في العراق، بل كان هو أحد أبرز الوائدين لكل مطالب العراقيين بالتغيير والإصلاح الحقيقيين. هنا مشاهدينا الكرام نطرح مجموعة من التساؤلات حول هذا الموضوع: لماذا يستمر مقتدى الصدر بمحاولاته الفاشلة لركوب موجة التظاهرات الشعبية في العراق؟ ألم يعي أنه مرفوض شعبيا لأنه جزء من نظام سياسي طائفي فاسد؟ ألا يمثل إعلان الصدر لمليونية من إيران أنها دعوة مسيسة كعادة دعواته السابقة؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها إن شاء الله في هذه الحلقة. بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة رافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. بعد أن دعا مقتدى الصدر مباشرة لمليونية من أجل مطالبة بخروج الولايات المتحدة من العراق، جاء الرد من ساحات الاعتصام وساحات التحرير في كل المحافظات العراقية. اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين خرجت ببيان ترد به على مقتدى الصدر وعلى هذه المطالبات المسيسة التي تخرج من هذا الشخص. طبعا في البداية دعت اللجنة المنظمة تظاهرات ثورة تشرين إلى عدم الاستجابة للدعوة التي أصدرها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من مدينة قم الإيرانية لمليونية ضد الوجود الأمريكي في العراق، ليستجيب لها زعماء الميليشيات الملطخة أيديهم بدماء المتظاهرين. طبعا هذا نصا بما ورد في بيان اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين. قالت اللجنة إن الشعب العراقي خرج منذ اليوم الأول من تشرين الأول الماضي بتظاهرات من أجل استقلال العراق وإنهاء التدخلات الخارجية وإسقاط الفاسدين جميعا وبناء نظام سياسي وطني يحافظ على سيادة العراق، وكذلك قدم الكثير من التضحيات في سبيل ذلك، مشيرة إلى المليونية التي نظمها ثوار تشرين في العاشر من الشهر الجاري كانت لرفض التدخلات الإيرانية والأمريكية. أضافت اللجنة أن كانت الدعوات للتظاهر حقيقية، تقصد اللجنة من الصدر، إن كانت الدعوات للتظاهر حقيقية وليست انتقاما لقاسم سليماني فيجب محاكمة نور المالكي الذي وقع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن. وأشارت إلى أن الشعب العراقي كان يأمل أن يطالب السيد مقتدى الصدر بإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسرا ومحاكمة الميليشيات الوقحة. أكدت اللجنة أن الشعب العراقي الواعي لن تخدعه شعارات واهية
بعد أن انكشفت حقيقة السياسيين وولائهم المطلق لإيران على حساب العراق وشعبه. وأشارت إلى أن دعوة الصدر لمليونية هي دعوة حق يراد بها باطل، كونها انطلقت من إيران التي تريد نقل معركتها مع أمريكا إلى أرض العراق. أضافت أن هذه الدعوة لم تتضمن إنهاء التدخل الإيراني السافر بشؤون العراق، وهي تهدف بالأساس لإنهاء التظاهرات وحماية الفاسدين والمجرمين، وهو ما لن يسمح به الشعب العراقي. هذه اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين التي تخرج بالبيانات التي تمثل صوت العراقيين في الشوارع، التي تمثل صوت العراقيين بشكل عام. هكذا تم الرد على الدعوة لمليونية من مقتدى الصدر، الذي معروف ما هو تاريخه في العراق، ومعروف أنه أحد أعمدة وليست فقط شركاء، أحد أعمدة النظام السياسي في العراق منذ 2003 ولغاية هذه اللحظة. لديه أكثر من 54 نائب برلماني، ولديه 6 وزراء، ولديه الكثير من المحافظين. ما الذي قدمه للعراقيين؟ ما الذي قدمه للمجتمع؟ هل منع عنهم خطر الميليشيات؟ هل حماهم من الميليشيات التي سفكت دماءهم طيلة 17 عاما من الاحتلال؟ هل قام ببناء، هل أمر وزراءه أو نوابه البرلمانيين ببناء البنى التحتية، المدارس، المستشفيات، الجامعات، الطرق الرئيسة، الكهرباء؟ ما الذي قدمه مقتدى الصدر ليخرج الآن يطالب بخروج القوات الأجنبية؟ ألم يكن أحد المحميين من القوات الأمريكية طيلة 17 عاما من الاحتلال؟ بل كان يعلم أنهم موجودون في العراق ولم يقم بما قام به من هذه الدعوة التي نراها الآن. معنا السيد مصطفى من بابل، تفضل. مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا مصطفى. حياك الله. أسمعك يا مصطفى، تفضل. مصطفى من بابل غير متاح. مرحبا. اهلا مصطفى، اسمعك. شلونكم حبيب قلبي؟ الله يسلمك، حياك الله. والله قناة وهابية وصف. طيب ماشي. مشاهدينا، نذكر ان الارقام المتاحة اسفل الشاشة امام حضراتكم اضيف لها رقمان جديدان، رقمان عراقيان، لكي يتم التواصل معنا عن طريقهما، بالإضافة إلى الأرقام الأخرى. لدينا الآن 5 أرقام تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم متاحة للجميع، بإمكانكم أن تستخدموها من أجل التواصل معنا. وكذلك خدمة الواتساب لديها فيها رقم خاص لإرسال الرسائل النصية التي تمكنكم من المشاركة معنا في هذه الحلقة. السيد منير من كركوك، تفضل. منير، السيد منير من كركوك. سيد منير، نعم أسمعك. يبدو أن لدينا خلل حقيقة، الشباب أرجو أنه يفحصوا الاتصالات، هناك صدى صوتي يبدو. سيد منير أسمعك، تفضل. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد من ميسان. منير من كركوك أم من ميسان؟ من ميسان. من ميسان. ميسان، تفضل. تفضل يا منير. أحمد من محافظة ميسان. تفضل، حياك الله. هاي قناتكم إرهابية. طيب ماشي. أنا أتمنى اللي يدخلون هسه بالجديد يشاركون بموضوع الحلقة ويناقشونا بالموضوع اللي بدنا نطرحه اليوم، بدل هاي الاتهامات اللي ما لها داعي ومجرد انه بس يشوشون على اذان المستمعين ويشوهون الصوره، يعني وما راح تربحون شيء بالنهايه، انتم الخسرانين بالنهايه، لانه قضيتكم خسرانه. اللي دا يدخل هنا بس يغلط، هو واضح انه قضيته خسرانه وخلص، ما عنده حجه، ما عنده قضيه يناقش بها. ناقشونا باللي بدنا نطرح اليوم. عموما يقول احد المشاركين: السلام عليكم أخوي أستاذ محمد، الصدر قاعد بإيران ويدافع ويدفع أتباعه لنزول الساحات،
كلهم عملاء للفرس، اللي بيه خيار خلي يطالب بخروج إيران من العراق مو بس أمريكا. هذا السؤال في غاية الأهمية وفي غاية المنطق حقيقة، ونحن نسأل هذا السؤال دائما ونطرحه. عندما يخرج مقتدى الصدر الآن في الوقت الذي كل العراقيين يطالبون بخروج إيران من العراق وملأت الشوارع هتافات إيران برا برا، لماذا لم يقم بطلب أو دعوة أنصاره لتنظيم مليونية أو للخروج بمظاهرات للمطالبة بالخروج الأمريكي والإيراني معا من العراق؟ لماذا فقط الأمريكي؟ هذه من الأسئلة حقيقة التي تبين لنا الولاء الذي يوليه الصدر معه أيضا الميليشيات في العراق لإيران. يخرج من إيران يطالب بمليونية في العراق في الوقت الذي العراقيون جميعا يخرجون في الساحات وفي المظاهرات يطالبون بخروج إيران أولا بعدين الولايات المتحدة. إيران أولا سبب الخراب وسبب الدمار الذي حل على العراقيين بميليشياتها بسياسيها الفاسدين، ثم بعد ذلك أيضا تخرج الولايات المتحدة معها لأنها السبب الرئيس في كل هذا الدمار الذي عم على العراق بجلبها لإيران وميليشياتها. لكن لا نرى هذا لا من الصدر ولا من غيره من زعماء وقادة الميليشيات في العراق. طبعا مشاهدينا المعتصمون في ساحة التحرير في بغداد تظاهروا حاملين لافتات استغربوا فيها توقيت الدعوات التي أطلقتها أحزاب السلطة وزعامة الميليشيات بشأن خروج التظاهرات التي تطالب بخروج القوات الأمريكية من العراق. هذا الرد على مقتدى الصدر أيضا. لدينا هذا المقطع، دعونا نشاهده مع حضراتكم. مشاهدينا طبعا لدينا هذا المقطع الآخر الذي نود أن نشاهده مع حضراتكم. نساء محافظة المثنى، كيف ردنا على دعوات مقتدى الصدر لمليونية؟ فلنشاهد. لا مقتدى ولا هادي، تظل حرة بلادي. والله هذا الجيل يتحكم سحق، والله يا جبناء والله يتحكم سحق هذا الجيل. الكلمة فقط مشاهدينا الكرام هي التي تثبت حقيقة هؤلاء الذين يحاولون أن يتسلقوا على أكتاف العراقيين لكي يبينوا أنفسهم أنهم أبطال في العراق في الوقت الذي خدموا به الغير على حساب مصلحة الوطن. أحمد من الموصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ تحياتي من الموصل. حياك الله أحمد، أهلا وسهلا. حضرتك ما تعرف موضوعنا عن شنو اليوم؟ شلون؟ أقول شو الرقم على الشاشة؟ يعني حضرتك متصل؟ طيب، اليوم موضوعنا إنه مقتدى الصدر دعا إلى مليونية لطرد الوجود الأمريكي من العراق، رد المتظاهرون رافضين هاي الدعوة، وقالوا هاي الدعوة اللي تصدر من إيران دعوة مسيسة ودعوة حق يراد بها باطل. شن ردك على الدعوة اللي تطلع من إيران من مقتدى الصدر لإخراج الأمريكان من العراق؟ أنا ما أفهم منك إيش، صوتك دا يتقطع صراحة. أحمد، اتصال غير واضح مع السيد أحمد من الموصل، يبدو هناك حقيقة مشكلة بالاتصالات. أم عبد الله من بغداد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.
جمعة مباركة على حضرتك وعلى قناتكم الشريفة وكل العراق الشريف وكل الثوار العراقيين الشرفاء أجمعين. أستاذ الصدر لما دعا إلى مظاهرة مليونية ضد الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة المقبل هو يعني هو ترى هذا كله في سبيل إنه يبينون إنه هم وطنيين، مع العلم إن أمريكا هي اللي جابت إيران وجابت هذول السلة اللي تحكم العراق، وهم هذا يسوون إيشي حتى في سبيل إنه يرجعون وما الوجه للشعب يعني لأنفسهم من قبل لأنه رفضهم الشعب العراقي والثوار العراقيين. أستاذ إذن بالنسبة لماذا لا يدعو إلى مظاهرة مليونية لإخراج آخر وجود إيراني أو إخراج أو محاسبة أي واحد إنه قام بعملية ضرب العراقيين وثوار العراقيين وقتلهم واغتيالاتهم ولا طالب بإلغاء الفساد والمفسدين ومحاكمتهم ولا طالب بإخراج الوطنيين اللي موجودين بالسجون. طبعا هذا بتشييد هو يعني من انه يعرف العراقيون ان مقتدى الصدر وجماعه مقتدى الصدر هو وجودهم تشييد للوجود الايراني في العراق. فلهذا شفنا أيد من قبل طبعا نور المالكي والخزعلي وهذا العامري ايدوا هذه المظاهره المليونيه. الشعب العراقي والثوار العراقيين عاشت ايديهم انه ضدوا هاي المظاهره اللي ادت هاي المظاهره اللي يعني اللي تريد انه تندد بكل وجود ايراني والسلطه السياسيه والوجود الامريكي. فلهذا نشوف انه كل هذا الشغلات اللي سووها ضد العراق أو حسب الوجود الأمريكي هو كله في سبيل طمس يعني كله في سبيل أنه الثورة العراقية تضعف أو إزالتها. لهذا الشوف حتى يستمر الوضع البائس اللي يعيش الشعب العراقي. طيب. فلهذا نشوف انه كل العراقيين يعرفون انه مقتدى الصدر وجماعه مقتدى الصدر والاحزاب السياسيه هم سله حاكمه ادت الى قتل الشعب العراقي والى تدهور والخدم لا وجود خدمات لا وجود اي شيء حتى المستشفيات. اللي اتذكر انه نور المالكي قام بوضع حجر الاساس، وين المستشفيات؟ وين الخدمات الصحيه للشعب العراقي؟ العراقيين وحتى العرب في سوريا انهم مشردين يعني قاموا بعمليه تشريد الشعب العراقي. نشوفهم هذا تحت البرد وهي الحاله اللي يعيشوها، الطعام ماكو. ثاني اقول للشعب العراقي هلا هلا بالثوار، قدموا لهم المساعدات والمطعميات والاكل. وتحياتي لكم. شكرا ام عبد الله. معنا احمد من الموصل، تفضل يا احمد. احمد السيد احمد من الموصل. نعم اسمعك. الو اسمعك يا احمد، يبدو ان هناك تضارب بالصوت. يا شباب حلوا لنا المشكله. تفضل يا احمد. الو اسمعك. احمد الو يا احمد. الو اسمعك يا احمد، تفضل. انا مو احمد. منو حضرتك؟ الو علي من الكوت. علي من الكوت، حياك الله يا علي. نعم، بخصوص الموضوع مالتكم طبعا نشكر القناه لانها دائما تخلي ايدها على الجرح. تفضل. مقتدى الصدر يعتبر المجرم الحقيقي لضياع العراق. او الحكومات المتتاليه المجرمه، نور المالكي لدورتين 8 سنوات بامر مقتدى. ورغبة مقتدى وأتباع مقتدى، وهذا ما اعترف به حافظ الجاملي. الأول من أسس الميليشيات بأوامر إيرانية هو مقتدى الصدر. نعم. جيش المهدي وفرق الموت وغيرها، كل ما جرى هو بسبب مقتدى الصدر. وهو إيراني لحد النخاع.
وكل ما يعمله الآن هو لأجل ضرب المتظاهرين السلميين الحقيقيين. نعم. ويوجد مندسين هم أتباعه، وحتى جرائم قتل هو شارك فيها وقتل المتظاهرين. مقتدى الصدر هو المجرم الحقيقي. ليش ما يطلع مقتدى الصدر يطالب بخروج إيران من العراق مو بس أمريكا؟ ما يقدر، لأن هو إيراني. هو صناعة إيرانية، لأن هو يعني أنا القضية، المشكلة مو شخص، المشكلة بهذا الهمج اللي ما أي شيء يسويه تشوفونه صح. يعني اللي يسويك حتى لو كان إجرام، يعني ما أقول إنه هو صح بعد ما بيها مجال، ناس قاطلة، والدليل بأن اتصالاتهم هسه لما يخابرون عليك يتصلون يتهمونك بشتى الاتهامات. ليش؟ لأنك أصبت الحقيقة. يعني هاي حضرتك فتحت هذا الموضوع، ولا تكون مظاهرات إلا على مود مقتدى. يعني هاي الاتهامات اللي احنا ما لنا علاقه بها، يتهمون، ليش ما يدخل يناقش؟ يدخل يناقش يقول لا انتم غلط واحنا صح، ويقول لي ليش هو صح. هم همجيين، هذا اسلوبهم، ما يناقشون، هم يجونك بشتى الاتهامات ما لها حقيقه. نعم، هاي الحقيقه اللي تصير. احنا عايشين وياها ونعرفهم، ناس همجيين. تدري يا علي انه هوايه من انصار الصدر دخلوا مع العراقيين بالمظاهرات لانه ما قاموا يصدقون هذا الشخص بوعوده ومحاولاته المستمره لتدمير العراق ومشاركه بتدمير العراق، فقاموا حاليا الكثير من اتباع التيار الصدري، من اتباع مقتدى الصدر، انخرطوا مع المتظاهرين لهدف وطني حقيقي. يعني هوايه من اللي هم اتباع الصدر، لكن الان تجردوا من هذا الاتباع ودخلوا مع العراقيين في المظاهرات وشاركوا. دولة لهم علي. يا علي عليكم. علي، فقدنا الاتصال مع علي من الكوت. معنا ابو احمد من ديالة، تفضل يا ابو احمد. السلام عليكم اخوي. وعليكم السلام ورحمه الله. اخوي مقتدى الصدر من 2003 لحد هذا اليوم يغدى بالشعب العراقي وما عنده وعود صحيحه، ويورط الناس ويكسر رقاب الناس، مجرد يساهم الناس بالفلوس. زين، هو لو بخير مو ميليشيات 2003 لحد هذا اليوم تقتل بالناس وتذبح بالناس. نعم. جابوها من السد لديالة كل شيء. زين. نعم. هم عباره عن مساهمات وليران، كلها دفاعهم ليران. هو كل ما يورط الناس يكسر رقاب الناس يروح ليران يخلي الناس البقايا جماعته هاي يسجنون وما يدافع، حتى جماعته ما يدافع. نعم. زين، ونفتح هاي الناس كلها لا ياخذون كلامه. هو هذا صدق، هو هذا ايراني فارسي. شنو هذا؟ هذول الجونه من 2003 كلهم قسح، ما حد يريدهم. ما يمثلوننا احنا، ما يمثلوننا نهائيا، ما يمثل. قبلوا الناس من 2003 لحد هذا اليوم. نعم. صار شيء ما دبروا حطه تمنيه ما سووا للشعب العراقي. زين، تعال شوف البارحه بالسودان صارت قتال، ما قتال شيء، انباع شو انا. زين. نعم. شوارع حماية، شوارع ما خلونا قدام بالاسلام، هم دمروا الاسلام، دمروا كل شيء. نعم. خلونا من ملة الاسلام. زين. شكرا يا ابو احمد، كنت معنا من الديالة. اود ان اشاهد مع حضراتكم الان مقطع لهتافات ضد مقتدى الصدر من ساحة اعتصام مدينة السماوة، فلنشاهد. يا مقتدى الصدر دمرت البلد، 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 يا مقتدى الصدر بلد، يا مقتدى الصدر دمرت البلد، 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 يا مقتدى الصدر دمرت البلد. تذكرون مشاهدينا الكرام المظاهرات التي دعا لها مقتدى الصدر سابقا، والتي جمهر بها أنصاره، وحتى بعض حقيقة من اعتقد من العراقيين أن مقتدى الصدر قد يكون قائد مرحلة، قد يكون مخلص ربما، واجتمع بالعراقيين أمام بوابات المنطقة الخضراء واقتحموا المنطقة الخضراء وقام بنصب خيمته فيها، وبعد هذه المسلسلة والمسرحية جرى الخيمة وخرج وأمر أنصاره وأتباعه بالخروج
وحطم أحلام كثير من العراقيين بالخلاص من نظام طائفي فاسد وغيرها من هذه المحاولات الدائمة والمستمرة من الصدر من أجل محاولة ربما امتصاص غضب الشارع العراقي في وقت ما. ما يحدث الآن هو نسخة طبق الأصل من هذه المحاولات المستمرة لوأد وقتل كل ثورة ومظاهرة تخرج لهدف حقيقي وطني، والهدف الآن في ثورة تشرين يختلف عن كل المطالب والأهداف السابقة التي خرجت بها المظاهرات. هدف اليوم وهدف هذه الثورة هو إسقاط هذا النظام ورحيل جميع الأحزاب الفاسدة من العملية السياسية التي جاء بها الاحتلال والتي دعمتها إيران منذ 2003 ولغاية هذه اللحظة. اليوم المظاهرات ليست مظاهرات خدمية ككهرباء أو ماء أو بعض الأمور كوظائف وغيرها. اليوم الموضوع أعم وأشمل، هو موضوع وطن وموضوع عراق جريح مدمر من الذين يحكمون فيه الآن. طبعا الصدر أحد الذين يحكمون في العراق الآن بسياسيه، بنوابه البرلمانيين، بوزرائه، بمحافظيه وبميليشياته المسلحة التي يمتلكها. طبعا كانت جيش المهدي وتحولت صارت سرايا السلام. ولا ينسى العراقيون ما الذي فعله وما الذي أقدمت عليه ميليشياته من إجرام وسفك لدماء العراقيين وكثير من المذابح التي كانت ترتكب على يد جيش المهدي وبعد ذلك على يد سرايا السلام. فهذا هو المطلب الذي خرج من أجله العراقيون، مطلب وطن خالي من هذه الميليشيات ومن من يحاولون أن دائما يستغلوا الأوضاع لمصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية وغيرها. مشاهدينا طبعا لدينا بعض الرسائل التي نود أن نقرأها لحضراتكم. طبعا نحن متوقعون، طبيعي جدا متوقعون أن تشهد هذه الحلقة تهجم وشتائم واتهامات، لأنه نعم كما لديه أعداء لديه أنصار، وهناك من يدافعون عنه ومن يحاولون أن يتصدوا، لكن نود أن نطلب منهم أن يفكروا قليلا بالأمور التي تجري حولهم. نعم هناك اتباع وهذا يعني أمر لا نستطيع التحكم به، لكن فكروا قليلا. الشعب العراقي خرج يطالب بخلاص العراق من إيران ومن أحزاب إيران وميليشيات إيران وكل ما فعلته إيران والولايات المتحدة في العراق. عندما يخرج مقتدى الصدر من إيران يطالب العراقيين بإقامة مليونية أو يدعو لعمل مليونية، يعني لماذا يدعوها؟ لماذا هذا الاستفزاز لمشاعر العراقيين؟ ألم يحترم الدماء التي سالت في الشوارع وهي تطالب وتقول إيران برا برا؟ ألم يكن هناك احترام وتقدير لأرواح المصابين التي تقدر أعدادهم أكثر من 25,000 مصاب خرج ليطالب بحقه بوطن؟ هذا الاستفزاز وعدم الاحترام لمشاعر ومطالب العراقيين، فكروا بي شوية يا أنصار مقتدى الصدر بينكم وبين نفسكم، ارجعوا بالشريط شوفوا السيد الصدر ما الذي قدمه للعراق وما الذي قدمه للعراقيين. من معنا الآن؟ حاتم من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حاتم. حاتم مدى أفهم صوتك ده يتقطع، تفضل. حاتم مدى أسمع، والله يعني الصوت فيه مشكلة، ممكن تغير مكانك؟ شباب شوفونا الحل. حاتم، حاتم من بغداد موجود؟ فقدنا الاتصال مع حاتم. أبو علي من البصرة تفضل. أبو علي. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو، حياك الله أبو علي. شارك ببرنامج؟ تفضل كل الهلا. ألو، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. أبو علي. أبو علي من البصرة. السلام عليكم. أبو علي موجود؟ ألو موجود. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ حياك الله، أهلا وسهلا أبو علي. أبو علي. مشاهدينا الكرام نذهب الآن إلى فاصل قصير لعل وعسى يكون هناك حل لهذه المشكلة ونعود.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقتنا لهذا الأسبوع، نناقش فيها الدعوة التي أعلن عنها مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وزعيم ميليشيا سرايا السلام لمليونية من أجل رفض الوجود الأمريكي في العراق. هذه الدعوة قوبلت برفض عراقي شعبي واسع، بدأ على لسان اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، والتي قالت بأن هذه الدعوة مرفوضة ودعت إلى عدم الاستجابة لها لأنها دعوة مسيسة تخرج من شخص يمكث في إيران يطالب العراقيين بتنظيم مليونية لرفض الوجود الأمريكي في العراق. ولذلك رفضت هذه الدعوة من قبل اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، والتي ما يخرج منها هو يمثل العراقيين الموجودين في الساحات في الميادين في كل المحافظات العراقية التي تشهد تظاهرات الآن. وطبعا تابعنا المقاطع وكثير قبلها من المقاطع التي ترفض تواجد مقتدى الصدر، ترفض هادي العامري، وترفض كل قادة وزعماء الميليشيات في أن يتواجدوا في العراق، لأنهم منبوذون مرفوضون بسبب سياساتهم الخاطئة التي جاءت للعراقيين بالويلات وجلبت لهم كل المصائب ولم تأتي لهم بأي خير. ولذلك هم مرفوضون بسياساتهم ودعواتهم، وكل زعيم وقائد ميليشيا في العراق هو مرفوض. هذا كان رد قاطع من العراقيين على هذه الدعوة وعلى أي دعوة تحرف الثورة عن مسارها الحقيقي بإعادة العراق للعراقيين وطرد كل التدخلات الأجنبية من العراق، ليست الأمريكية فقط، الإيرانية، الأمريكية، وأي دولة أخرى لديها قدم أو يد في العراق تقطع يجب وتخرج من العراق. هذا هو مطلب العراقيين. أبو جمانة من واسطة، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله حياك الله أبو جمانة، أهلا وسهلا. أولا بالنسبة للمقتدى الصدر، يعني هو نايم بإيران، واحد نايم بإيران وينادي بمظاهرات، يا أخي ما يبطلون هاي شغلاتهم التعبانة، والله عيب عليكم، والله عيب. زين، نعم. هاي أولا. ثانيا احنا اللي نريده، اللي نريده اكواد العبد العربي يقول اللي يشوف الموت يرضى بالسخونة. ايران موت، امريكا سخونة، وان شاء الله سخونة ان شاء الله. نعم. احنا خلي تبقى امريكا على مود هاي الاحزاب كلها تنكنس، لان اذا ما تطلع هاي الاحزاب العراق ما راح يصير براسه خير. ابو جمانة، حتى ابو جمانة كلام حضرتك كلام يعني وجهة نظرك تحترم، لكن اكو اللي حيتصيد لحضرتك هذا الكلام ويقول باعوا، يريدون امريكا تبقى وايران تطلع، ويشتغلون هنا بموضوع الخيانه والعماله، وانت تعرف حضرتك الموضوع بالعراق ما يخلى. لكن نقول احنا بشكل عام، طالما قال العراقيون امريكا وايران برا، اذا هذا هو شعار العراقيين. هو هذا الشعار يا يعني، بس احنا بالنسبه لامريكا حاليا ما نقدر نطلعها. ليش؟ لانه اكو عناصر دوليه واكو امور على مستوى العالم امريكا فارضه وجودها بالعراق. نعم. بس نقدر احنا ايران خلينا نطلعها، خلينا نطلع نطلع ايران. نعم. زين، نطلع ايران اللي دمرت البلد، اللي دمرت البلد صار 16 سنه. نعم. واللي هم رحم الله عمر بن الخطاب، رحم الله عمر بن الخطاب اللي قال لو جعلت بيني وبينهم جبل من نار لقلت هم اقرب. يا اخي دمار ذولا، دمار سرطان لازم يستأصل، هم واحزابهم، هم وديولهم. نعم. زين، بس احنا اللي نريده من قناتكم الشريفه، خلي دائما تتابع المتظاهرين. نعم. المتظاهرين ترى ذمه برقاب القنوات. نعم. انتم غيركم ذمه برقابكم، لانه نعم. اكو هواي امور جاي تصير عليهم وجاي تتغاضى عنها القنوات. احنا ان شاء الله متابعين وراصدين اول باول كل اللي دي يصير بساحات التظاهر في كل محافظه عراقيه وكل مدينه ان شاء الله. وربي يحفظكم ويوفقكم يا رب. بارك الله بك. شكرا. ومن نصر الى نصر، ان شاء الله النصر قادم للعراق ان شاء الله. شكرا ابو جمانه، كنت معنا من واسط. باذن الله لن نتخلى، وهذه هي قضيتنا وسياستنا ان شاء الله. متابعونا معكم كل صغيره وكبيره تحدث في ثوره تشرين، وكل من يحاول أن يؤذي العراق والعراقيين بأي طريقة كانت، عن طريق دعوات لمليونية أو غيرها من الوسائل التي أذت وتؤذي العراقيين، نحن إن شاء الله راصدون لها ومحذرون العراقيين منها بإذن الله. مصطفى من مصر، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحيي حضرتك ونحيي ثورتنا المجيدة ونحيي أهلينا ونترحم على أرواح الشهداء ونترحم على أرواح شهدائنا جميعا من جميع الأديان ومن جميع المذاهب إخواتنا. الله يرحمكم ويحسن إليكم ويغفر لكم ويسامحكم. نعم. وندعو الله عز وجل باشتفاء لإخواتنا الجرحى ونترحم على روح الأستاذ صفاء غالي والأستاذ أحمد عبد الصمد الصحفي والحقوقي والوطني والمناضل الشهيد البطل وجميع شهداء العراق أبطال والمجد والقلوب لحضرتك. أما يا سيدي بالنسبة لمقتدى الصدر أنا مش هقول سيد الأول لأن ما ينفعش نقول السيد، سيد العباد ربنا الأول أولا، أنت راجل بشر زينا فاسمك مقتدى الصدر زي اسمك، اسمك الحقيقي يعني ما فيش عيب ولا حرام. يا عم أنت راجل كبرت في السن، أنت راجل كبرت في السن، فاعتزل العمل السياسي واقعد في بيتك وسيب الشعب يقرر مصيره. يعني التاريخ يسجل الآن، أنت راجل أحبطت كام مظاهرات وكام انتفاضة ثورية بحجة ان انت هتقف مع المظلوم ونديلهم مهلة ونديلهم اسبوعين ونديلهم شهر. يا عم يقعد في بيتك، خدمة للانسانية يعني خدمة للانسانية وخدمة للاطفال والاجيال القادمة. يا عم الاجيال القادمة مش هتطلع لا تلاقي تعليم ولا اكل ولا شرب ولا سيادة وطن ولا جيش دافع عن الوطن ولا شرطة دافع عن الشعب. يا عم ارحموا الناس وارحموا انفسكم، يا عم ارحموا الناس وارحموا انفسكم. احنا ما فيش فينا فرد عنده عنصريه، انتوا اللي عندكم العنصريه وانتوا عصابه الاحزاب، انتوا اللي بتقتلوا العراقيين والبشر، انتوا عايشين تحت وطئه الاحتلال الحقيقي. يعني الاستعمار الامريكي يستخدمكم ادوات للقتل وللدمار وللنهب. فيا عم ارحموا نفسكم، ارحموا انفسكم وسيبونا نبني وطننا، سيبونا نتعايش، سيبونا نحب بعض. طيب. سيبونا نبني وطننا. سيد مصطفى فينا. نعم وضحت الفكره، انا اشكرك شكرا جزيلا. لدينا رساله حقيقه سريعه بس اود ان اقراها من إحدى المشاركات، السيدة أم وطن من النجف تقول السلام عليكم أخي، صح السيد ما سوى شيء للعراق ولا ساعد أبناء العراق، بس مع ذلك يبقى تاج راسنا وتاج راس العراقيين لأنه هذا ابن محمد الصدر إمامنا اللي جاي تحجون عليه، ذكر وأبوه سوى العراق. إحنا باختصار خلينا نبقى بالجزء الأول من الرسالة باختصار يا سيدة أم وطن، طبعا شكرا لك للمشاركة أولا. إذا الصدر، إذا السيد مقتدى الصدر ما سوى شيء للعراق ولا قدم شيء للعراقيين ولا ساعد أبناء العراق، هذا باعتراف حضرتك. طيب يعني ليش يكون المفروض في مكانة قدسية؟ ليش ما يظل محترم معزز مكرم يبتعد عن كل شيء ويقعد ببيته مثل ما قال السيد مصطفى من مصر؟ إذا ما كان مقدم شيء مثل ما تفضلتي ليش يطالب؟ ليش لا بعد لغاية هاي اللحظة عنده ميليشيا تحمل السلاح خارج إطار الدولة؟ ليش عنده نواب ووزراء مدى يقدمون شيء؟ خلص خليه يترك كل هاي الأمور ويروح، إذا عاجبه يقعد بإيران هو حر، وإذا عاجبه يقعد بالعراق يقعد بدون ما يتدخل بأي شأن. الاحترام وتقديره كشخص بالنسبة لكم عفوا أنتوا أحرار تتبعوه تناصروه، أنتوا أحرار، لكن لا يتدخل في شؤون العراقيين لأنه شخص مرفوض أن يتدخل في شؤون العراقيين. وحضرتك اعترفتي تقولين انه هو لا ساعد ابناء الشعب ولا قدم شيء للعراق، وهذا العراقيين الاشخاص اللي من هذا النوع ما يريدهم بعد. شكرا لك. جميل من الكوت تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسعدك استاذ العزيز، حياك الله جميل كل الهلا. وياك خادمك جميل واسط مدينه الكوت. العفو على راسي تفضل استاذ الفاضل. نعم. انا بالنسبه لي والله وحياه الرسول محمد انا من متابعين الى قناتكم. نعم. هذا واحد. اثنين الاسباب، لان بصراحه قناتكم بعض القنوات عكس القنوات اللي تبث السموم بين الشعب العراقي. الحمد لله. ثلاثه بالنسبه للسيد مقتدى الصدر، أنا بالنسبة لي يشهد الله لا لعلاقة بالسياسة ولا لعلاقة بالدين. نعم أنا مسلم لكن ما لعلاقة لا بالسياسة ولا بالدين. طيب. أربعة، المفروض من السيد مقتدى الصدر وهو رجل له أتباع هواية. نعم. ومن خلال متابعته بالتظاهرات من زمن كل الحكومات المتعاقبة. هو الرجل بدل ما رايح قاعد لي بإيران وإيران أفعالها معروفة بالنسبة للعراق من القاصة والداني. نعم. بعد راح الوقت اللي كثير من الأصوات النشاز اللي تدافع عن إيران وتدافع عن لبنان بما أنه إحنا نتحدث عن إيران. نعم. المفروض من السيد هاي الدعوة تتوجه من العراق
حتى تكون إلها مقبولية أكثر مثل التظاهرات السابقة. يعني هو الرجل مو كان يدعي مليونية وتطلع تعلم مليونية ونصف مليونية وعشرات الآلاف، ولكن المفروض هاي ما تنطلق من إيران الدعوة. والدليل هسه شوف جنابك عندما انت ساكن من نجف عندنا بالعراق، نعم، من يقول مليونية تطلع عشرات الآلاف، بما انه دعوة هاي من إيران، وش يعني العراقي معروف بالنسبة إلى من 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 تصرفات إيران؟ هسه شوف أصبحت يعني هي الناس تستفز السيد مقتدى الصدر. سيد جميل، ليش مقتدى الصدر؟ سيد جميل، لماذا مقتدى الصدر ما طلع بدعوة لمليونية ضد الوجود الإيراني هم؟ ليش بس الأمريكي؟ هو المفروض أستاذ الفاضل، إحنا المفروض الدعوة تقول جميع القوات الأجنبية. نعم. إذا حددنا بس الألماني عندنا، الإنجليزي عندنا، مو تمام؟ صحيح صحيح. تركيا مو دولة جارة. يا أخي مو صار لحدنا سنين بالشمال. زين إيران، والله قوات أجنبية موجودة على أرض العراق. نعم نعم. بحجة المستشارين وبحجة المدربين وبحجة. نعم. يعني إحنا ليش نركز بس على أمريكا؟ لازم يعني القوات الأجنبية. نعم. أنا غلطان. كلام سليم، كلام جميل، وهذا كلام كلام العراقيين حقيقة. إحنا نقول لو كلهم لو سبع ياكلهم مثل ما يبون بالمثل. احنا ما نقول بس امريكا، ما احنا بس امريكا، امريكا عندها خلاف ويا ايران وتريد تصفح حساباتها على ارض العراق، لكن القوات الاجنبيه وما فيها القوات الايرانيه. نعم. سيد جميل، انا اشكرك، كنت معنا من الكوت، كلام سليم، شكرا جزيلا لك للمشاركه معنا. ابو مسلم من الجزائر، تفضل يا ابو مسلم. السيد ابو مسلم من الجزائر موجود؟ غير جاهز معنا، شكرا جزيلا له. نقرأ الرسائل الواردة مشاهدينا الكرام من المشاركين في البرنامج. لدينا رسالة تقول: أخي أليس المجرب، لديه طبعا حقيقة كثير من الرسائل، نقرأ باختصار. يقول: أخي كل الشعوب مرجعية الوطن، بس بالعراق لحد الآن وإحنا بسنة 2020. هاي الرسالة ما راح نقرأها. يقول: أستاذ جماعة مقتدى الصدر ما يسألون السيد مقتدى الصدر منين جاب الطائرة الخاصة ومدينة الثورة، عايشين على المغذي؟ شنو هالمصائب يا ناس؟ يقول: أخي أليس المجرب لا يجرب؟ بعد شي بوقون جماعة الصدر، يقصد البرلمانيين، هم الدولة، وهذا حال الوطن، كم يتيم وكم أرملة وكم مظلوم بالعراق، وين آل البيت؟ يقول: أي دين أي إسلام بالعراق؟ طبعا قالها العراقيون سابقا في المظاهرات باسم الدين باقونا الحرامية، من يتشدقون بالدين وبهذه الشعارات لم يقدموا شيئا للعراقيين. ونحن نسمع كل يوم عن المصائب، عن العراقيين اللي تحت خط الفقر، نسمع عن الأرقام الحكومية وليست الأرقام التي توثق من جهات خاصة أو منظمات حقوقية إنسانية، من الأرقام الحكومية فقط فظائع حقيقة، تتحدث عن أعداد العاطلين عن العمل، عن أعداد الفقراء، عن أعداد الأيتام، عن أعداد الأرامل، عن المفقودين، عن المعتقلين، هذه أرقام حكومية فقط. لماذا تحدث هذه الأمور في بلد كالعراق وبعدين يطلع شخص يطالب بخروج القوات الأمريكية؟ 17 سنة أمريكا بالعراق، لماذا الآن يخرج ليطالب بخروج هذه القوات؟ أبو علي من النجف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا طيبة إلى قناتكم الشريفة. حياك الله أبو علي. أصيلة. حياك الله. البطلة، الله يحفظك أستاذ علي. أستاذ العزيز صدقني، أهل النجف كلها تكره سيد مختلف. ويقوم بيبدو واحد مخربط. وواحد مريض. زين؟ احنا ما لنا علاقة بشخصه، ما لنا علاقة بشخصه، لنا علاقة بسياساته، يعني بدون تهجم ودون تجاوز. أستاذ العزيز ذاتك. نعم. سياسته كلها فاشلة. وواحد زين ما يعرف يتصرف اصلا. ذيك مره يجيب المظاهرات، تدري شلون خايفوه بالمظاهرات؟ نعم. زين استاذ علي والله يجيب المظاهرات عود يجراوي شكله والناس كلها عافته وخايف هو بساعة صدره، ذيك مره طلع. نعم. زين استاذ علي
احنا هيك تحيه طيبه لكم. شكرا يا ابو علي، انا اشكرك واعتذر منك، الوقت انتهى. شكرا جزيلا لك للمشاركه. نقرا فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام الرسائل الوارده من المشاركين الكرام على الواتساب. رسالة تقول: السلام عليكم، تحية لقناتكم العزيزة صوت الشعب العراقي، تحية لك. هل تصدق أنهم يحاولون محاربتنا نحن كمتواصلين مع الثورة العراقية ونشر كل نشاطاتها؟ هذه المرة الثالثة حضرونا. ومن ناحية مقتدى الصدر لا يمثل العراق ومظاهرات العراق التي تطالب تحرير العراق من هذه النماذج، إنسان ما عنده كل مبادئ. الله ينصر ثورتنا. نهى العبيدي من عمان، شكرا لك. أبو أحمد من العراق يقول: السلام عليكم، إن الفرق بين متظاهري ثورة تشرين والمظاهرات التي دعا إليها الصدر هو الفرق بين العلم والوطنية والإخلاص للوطن، وبين الجهل أو بين العلم والوطنية والإخلاص للوطن، وبين الجهل والخيانة والسلاح بيد الميليشيات الوقحة التي أحد أجنحتها التيار الصدري الذي يمثله الصدر العميل لإيران. السلام عليكم، رسالة تقول: بالنسبة لمقتدى الصدر اللي قاعد بإيران على مود يرضيهم، لأنه هو من أحد الذيول اللي قاعدين بالبرلمان، إحنا ما عدنا حكومة، إحنا انسرقنا نهبنا ميليشيات قتلت شعبنا وشبابنا. الله لا يرحم كل فاسد. الشباب تيتمت، نساء ترملت بذنب منه. لدينا رسالة تقول: أستاذ محمد، الإيرانيين يحرقون ويمزقون صور سليماني والميليشيات تمجد بهم، يمنى بالعراق. تحياتي أبو أحمد. شكرا يا أبو أحمد. رسالة تقول: سوف ينتصر المتظاهرون الأبطال على الحكومة العميلة. ابن البصرة شكرا لك. ابن الرافدين يقول: السلام عليكم أخي العزيز، الله يحفظكم ويحفظ قناتكم البطلة. مقتدى الصدر لا يمثل العراقيين. طبعا ذكرني السيد ابن الرافدين بالهاشتاج. هناك وسم منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج بعنوان الصدر لا يمثلني أو مقتدى الصدر لا يمثلني، وهناك أيضا أوسمة أخرى وهاشتاجات أخرى منتشرة على موضوع مقتدى الصدر، وكيف أن العراقيون أن العراقيين يرفضون هذه الدعوة من مقتدى الصدر، بل يرفضون مقتدى الصدر جملة وتفصيلا. رسالة تقول: السلام عليكم أخي، باختصار دمار العراق هو مقتدى الصدر وميليشياته. أقسم بالله لو ترك الساحة مقتدى لانتصرت الثورة. رسالة تقول: أستاذ محمد، بالنسبة للأخت أم وطن من النجف، أريد أقولها السيد محمد الصدر لو كان عايش ثق بالله ما يقبل على تصرفات مقتدى، كافي تاج راس وخط أحمر. يقول: بعهد الإمام علي عليه السلام لا أحد قال تاج راس ولا أحد قال كذا، ليش مقتدى يكون؟ شنو مقتدى مو معصوم؟ مقتدى يقول شنو معصوم؟ هجمت العراق. أخذكم من البصرة شكرا لك. رسائل كثيرة حقيقة. آخر رسالة نقراها: السلام عليكم أخ محمد، مقتدى الصدر ينطبق عليه كذا، من علاقة؟ لا، تجاوزات ما نقبل. أم عمار، تجاوزات مرفوضة. وصلنا إلى ختام مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.